إضافة عناصر أو مكونات جديدة لقائمة ما هي عملية جد سهلة. نحن فقط نقوم بتعيين قيم لعناصر جديدة وسيبدأ العمل بها مباشرة. مثلا لدينا القائمة التالية X التي تتكون من العناصر التالية Name والAge. نريد أن نضيف العنصر التالي Married ونعطيه القيمة False. كذلك نستخدم العامل دولار لإضافة عنصر ثالث اسمه Speaks. يعني وها قد صارت X يعني تحتوي على 4 عناصر عوض 2.